ازيكو؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. فيديو جديد النهاردة وريفيو عن مكنة الزبادي من ماركة صناي. هقولكو تفاصيلها كلها في الفيديو بتاع النهاردة دوت، اوعوا تسيبوا منه حاجة. هقولكو كل حاجة عايزين تعرفوها عنه، وكمان ازاي تعملي الزبادي بيها وطريقة استخدامها بمنتهى البساطة. انا جبتها من على نون اونلاين، كان فترة ديت عاملين عروض كتير جدا جدا، انتهزوا بقى الفرصة وجيبوا كذا حاجة بصراحة. فخليكم معايا في فيديو النهاردة. لو انت اول مرة تشوفيني، انا اسمي سلوى وقناتي اسمها سلوى بيوتي، فيها ريفيوات عن حاجات كتير جدا. فاصل صغير وارجع لكم على طول، تكونوا عملتوا لايك للفيديو النهاردة وكمان سبسكرايب وتفعلوا الجرس. يلا خليكم معايا. نبدأ بسم الله بقى في فيديو النهاردة. بصوا ده شكل المكنة، ألوانها حلوة جدا، ألوانها بيبي بلو مع بيبي بينك، بيبقى شكلها بالمنظر دوت. والغطاء بتاعها من بره ده مش إزاز، ده أكليرك، وكمان بيجي معيها 8 كوبايات من الإزاز. وفيها زرار بس باور زي ما انتم شايفين، والسلك بتاعها مش بيبقى طويل قوي. انا هوضح لكم حاجة حاجة كده عشان تكونوا ملمين بكل حاجة. النوع المكنة دي اسمها صناي كلاسيك، تمام؟ الموديل بتاعها كده، تمام؟ هي حلوة جدا جدا ما شاء الله يعني، وكمان ملهاش صوت خالص، دي حاجة برضو كانت لطيفة جدا. المكنة نفسها حجما خفيفة جدا، ملهاش وزن تقريبا، وفي نفس الوقت شكلها شيك. بيجي كمان معاها مع كل كوباية بيجي معاها طبعا الغوتون بتاعتها، عشان بعد ما تعملي الزبادي وخلاص تغطيها وتحطيها في التلاجة علشان تفضلي محافظة عليها، ما يتبطش وما يجيلهاش اي حاجة خالص. بس دي كده شكل الكوبايات وكمان شكل المكنة، بجد كانت حلوة جدا جدا. وكمان كان عليها عرض تقريبا، لما اشتريتها كان عليها عرض تقريبا كان 50% خصم. انا جايبها بقالي شهر ونص او شهرين بالظبط. يلا بقى نبتدي هنستعملها ازاي بطريقة صح. جبت كيلو لبن سايب عادي جدا، ممكن كمان تستعملي لبن معلب برضو براحتك، دي او دي هتنفع. هبتدي ان انا اغلي اللبن كويس جدا، برضو بالطريقتين لازم تكوني غالية اللبن. بعد ما بتغليه، انا كده غليته، هسيبه يبرد تماما، لازم يكون اللبن دافي مش سخن خالص، وفي نفس الوقت مش بارد قوي، لا احنا عاوزين نوصله لدرجة ان هو دافي، يعني تحطي صباعك يطلع دافي مستحملة السخونية بتاعته ومش ساقع كمان. انا في الفترة ديت كنت سبته خالص، وابتديت ان انا اشيل القشطة بتاعته اللي هي اتكونت عليه، لانه ينفعش تعملي الزبادي ويكون فيه قشطة بالمنظر ده. فانا روحت شايلاها علشان ابتدي ان انا احضر طريقة الزبادي بطريقة صح. خلاص كده انا شلت الزبادي، بعد كده ببتدي ان انا احط عليها معلقة من لبن النيدو، معلقة صغيرة او معلقتين. وفي الخطوة ديت انت ممكن تستغني عنها، مش ضروري ان انت تحطيها، بس انا كده بتدي الزبادي طعم احلى واحلى. هبتدي ان انا ادوب الزبادي كويس جدا، اللي هي اللبن النيدو او اللبن بودرة عادي مع اللبن كويس جدا. كمان حطيت معيها نص معلقة زبادي، ودي ضروري جدا عشان دي خميرة، فانا حطيت الاتنين دول بس عليهم. ممكن تستغني في الوقت دوت عن اللبن بودر زي ما انا ما قلتلك، اكتر من كده مفيش خالص، ما بتاخديش الموضوع كله، ما بياخدش معاكي نص دقيقة، بس لازم تدوبيهم كويس جدا جدا. بعد كده بتبتدي ان انت تصبيهم. وعايزة اقول لكم ان الكيلو اللبن مع نص معلقة زبادي الخميرة هتعمل لك 8 كوبايات بالظبط، ومش هيزيد منهم اي حاجة في المكنة. زي ما انتم شايفين كده ابتديت ان انا اسمي الله، سمي الله في كل حاجة، وابتدي ان انت صبيها واحدة واحدة.
بكده أكون خلصت الثمان كوبايات، ومفيش أسهل من كده بصراحة، وهتاخدي زبادي بيتي أحلى من بتاعت برة، وكمان أوفر بكتير جدا. عايزة أقول لكم إن أنا اشتريتها بعد رمضان، قعدت أقول يا ريتني كنت جبتها في أيام رمضان، كان هيبقى الموضوع أسهل. كمان ممكن تعملي بيها زبادي بالفواكه زي ما أنت عايزة خالص. دلوقتي هبتدي بقى ان انا احط لها الغطا بتاعها واحط الفيشه وادوس كل شوف انا بوريكم ان هي خدت الكيلو بالظبط. بعد كده هدوس على زرار الباور دوت، هينور لون ازرق كده، وهسيبها لمده من 8 ل 10 ساعات، ده مكتوب في الكتالوج بتاعها بالظبط. فانا تقريبا بسيبها وبنام، لما بصحى ببقى اطلعها واحطهم في التلاجة، بسيبها هي ملهاش صوت وما بتسخنش وما بيجرالش اي حاجة. ممكن تبقى عيب بالنسبة لحد تاني ان هي بتقعد فترة طويلة كده، بس الموديل دوت بيقعد من 8 ل 10 ساعات. لو 8 ماشي، قعدت يوم ل 9 او ل 10 11 براحتك عادي. بس كده انا كنت فتحت عليها، كانت خلاص كده قعدت بالظبط 10 ساعات، وابتديت ان انا اجيب. بصوا هتلاقوها متماسكة، بقت زي الفل، مفيش اي حاجه، وكمان شكلها حلو قوي. كان الزبادي دافي، ضروري جدا 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 ان انت بعد ما بتطلعيها من الحضانه بتاعتها ديت او من المكنه، ان انت تحطيها على الاقل في التلاجة 4 ساعات، علشان تتم عمليه التخمير احسن، وبتدي ان انت تستعمليها في الاكل. انا بصراحه باكلها مع فاكهه او معلقه عسل نحل، فبالنسبه لي ان انا اكلها ساده لا، لازم احط عليها حاجه تديني طعم التسكير بتاعها شويه. بس بجد طلعت تحفه وطلعت حلوه جدا جدا، وابتديت ان انا احفظها في التلاجة بالشكل دوت زي ما موجود قدامكم. انت بكده بتكوني وفرتي في تمن زبادي انضف، وكمان كحجما انت بتاخدي كوباية زبادي اكبر من اللي انت بتشتريها، وكمان طعمها احلى اللي انت معمولة في البيت، واوفر بكتير كمان. بصوا شكلها متماسك ازاي، حلوة جدا ما شاء الله، وكمان كريمي جدا جدا. انا حبيت ان انا كمان اجرب طعمها من غير عسل نحل، فلقيتها طعمها حلو جدا، مش ملحة قوي وطعمها معتدل. كمان حطيت عليها معلقة عسل عشان انا بحب طعم السكر شوية مش قوي يعني، لان انا بصراحة بحبها كده اكتر، فكانت لذيذة جدا بصراحة. اتمنى انتوا كمان تجربوها. لو بقى استفدتوا فيديو النهاردة، اتمنى تعملوا لايك حلو كده وسبسكرايب لقناتي، فعل الجرس عشان تصلك كل جديد ان شاء الله من عندي. اقول لكم دمتم دايما حلوين وبصحة، ومع السلامة.